قارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا للادي مع عالم من أعلام التابعين، مع طاووس ابن كيسان. الحقيقة أسماء يمكن كتير مننا ما عرفهاش، وإحنا محتاجين نعرف الجيل الفريد ده، الجيل اللي تربى بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل الجميل اللي ممكن يكون كتير مننا نعرف بعض الصحابة، وكتير مننا يعرف عدد كبير جدا من الصحابة، لكن برضو كتير مننا يعني ما يعرفش عدد كبير جدا من التابعين. ولذلك إن شاء الله يعني سأجمل لكم الموضوع ده كله إن شاء الله في مجلدين قريبا إن شاء الله بعنوان روائع التابعين، يبقى فيه ترجمة خاصة على الأقل بمية تابعي بقصص وعبر ودروس المستفادة من قصة حياة كل واحد منهم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. طاووس بن كيسان كان من أهل اليمن، وأهل اليمن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطاووس بن كيسان كان من أهل اليمن، وكان اليمن في الوقت دوت كان الوالي بتاعهم كان محمد بن يوسف الثقفي. فاكرين الاسم دوت؟ محمد بن يوسف الثقفي اللي هو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل يعني كان أمير العراق من قبل بني أمية، وكان ظالما غشوما سفاكا للدماء، ولكن رغم كل دوت كان عنده شوية حسنات، وكان ليه برضو حاجات يعني برضو خير كان بيعمله. إنما أخوه بقى محمد ابن يوسف الثقفي ده كان واخد كل السيئات بتاعة الحجاج بن يوسف، وعمره ما خد حسنة من حسنات الحجاج، يعني كان أسوأ من الحجاج ابن يوسف الثقفي. وإن كان الحجاج كان مشهور عنه لأنه كان يعني إيه، كان ليه مكانة وقدر أكبر منه، لأن كان طبعا كان إمرة العراق في الوقت ده كانت مليئة العراق بأهل العلم والعلماء الأكابر، وكان في صدام كبير جدا بينه وبين أهل العلم، فعشان كده كانت شهرته أكتر من محمد ابن يوسف الثقفي. في يوم من الأيام حب طاووس بن كيسان يروح لمحمد ابن يوسف الثقفي ويذكره بالله، لعل وعسى ربنا يكرمه ويشرح صدره كده انه يسمع ويعني ويبطل ظلمه يعني. فالمهم فرح له وخد معاه وهب بن منبه، ودخل هما الاثنين على محمد ابن يوسف الثقفي. الحقيقه لما دخلوا عليه طبعا هو عارف مكانه طاووس بن كيسان وعارف مكانه وهب بن منبه، فاستقبلهم استقبال طيب وقعدوا معاه وبدا يذكروا بالله وبدا يذكروا بالاخره وبالجنه وبالنار. وهو ده يا جماعه هي دي وظيفه اهل العلم. اهل العلم يوم ما يتركوا قصور الامراء والناس الاكابر لا يتركوها من اجل مصالح دنيويه، وانما يتركوها من اجل ان هم يذكروهم بالله سبحانه وتعالى. فجلس طاووس بن كيسان يتكلم مع محمد بن يوسف الثقفي، فاعجب جدا بكلامه وتاثر به جدا، لدرجه من كتر اعجابه به راح منادي الحاجب بتاعه وقال: يا غلام احضر طيرسانا. طيرسان ده كساء أخضر كبير كده وغالي جدا لا يلبسه إلا الخواص، الناس الأكابر جدا. قال له: أحضر الطيرسان وضعه على كتفي أبي عبد الرحمن اللي هو طاووس بن كيسان. حط فعلا الطيرسان على كتف طاووس بن كيسان، وابتدى طاووس بن كيسان عمال بيتكلم وعمال يذكره بالله ويندفع في موعظته، وهو بيتكلم كان متعمد أنه كل شوية يزحزح الطيرسان ورا لحد ما وقعه من على كتافه، وهو متعمد يوقع الطيرسان من على كتافه علشان ما ياخدوش، لان هو محمد بن يوسف الثقفي بعت له ده عشان ياخده هديه، فهو مش عايز ياخد منه اي حاجه هديه، لانه عارف ان الراجل دوت ظلم ناس كتيره جدا واكل اموال حرام كتيره جدا، فمش عايز ياخد منه اي حاجه. فقعد يتكلم وهو بيتكلم بقى يهز كتافه لورا علشان يوقع الطيرسان، لحد ما وقع الطيرسان. مين اللي لاحظ الموضوع دوت؟ محمد ابن يوسف الثقفي. غضب جدا واتضايق جدا، ولكن لم يتكلم بأي كلمة، سكت يعني وعدى الموضوع، بس برضه الموضوع في دماغه هو مش، فالمهم ففضل ساكت لحد ما خرجوا هما الاثنين
وهب بن منبه وطاووس بن كيسان خرجوا من عند محمد بن يوسف الثقفي. فوهب بن منبه بيلوم بقى طاووس بن كيسان، بيقول له يعني ما ضرك ان انت كنت خدت الطيلسان ده بدل ما تغضب الراجل ده وتقلبه عليك؟ يعني الراجل دلوقتي زعل وبان على وشه الزعل ووشه احمر وبص لك بصه كده كان متضايق، طب ليه؟ طب ما كنت خليت الطيلسان عليك وخده واطلع من عنده وبيعه وبتمنه تصدق بيه على الفقراء وما تاخدوش لنفسك. قال له هو ما قلت صح، كلامك مظبوط يا وهب، لكن المشكلة مش في كده، المشكلة ان انا لو خدت الطيلسان دوت وخرجت وبعته وتصدقت بفلوسه على الفقراء هيجي العلماء اللي بعدية هيقولوا نأخذ كما اخذ طاووس، ومش هيعملوا زي ما انا هعمل، هم هياخدوا زي ومش هيبيعوا ويتصدقوا، هياخدوه لنفسهم وبس. فقال فكرهت ان يفعل الناس ذلك من بعدي فاكون اسوة سيئا. ففهم وهب بن منبه كلام طاووس ابن كيسان. تمر الايام ومحمد بن يوسف الثقفي مش قادر ينسى الموقف دوت لطاووس بن طاووس بن كيسان، ان يعني ازاي انا اديك الطيلسان هديه وانت توقعه على الارض وترد وتسيبه وتمشي وما تسالش فيه؟ يعني معنى كده بتستهين بهديته وترميها على الارض؟ فقعد يدبر له مؤامره وقعد يفكر اذله ازاي؟ اعمل معاه مكيده ازاي؟ افضحه ازاي؟ فراح جايب واحد من الحاشيه بتوعه وقال له دولت 700 دينار ذهب. قال له اعمل بيها ايه؟ قال له تروح لطاووس بن كيسان. لو قدرت باي طريقه تتحايل على طاووس بن كيسان وتديله 700 دينار ذهب وتخليه يقبلهم، وانا عارف انه مش هيقبلهم، بس لو قدرت تقنعه ان هو يقبل ال 700 دينار الذهب دولت، انا هكافئك مكافاه ما تحلمش بيها في عمرك، هديك قدهم 10 مرات بس خليه هو يقبلهم. فقال له حاضر. راح الراجل قارب بيت طاووس بن كيسان وراح مخبط عليه والسلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اتكلم مع فضيلتك؟ اتفضل. قعد معاه، قاعدين بيتكلموا مع بعض وبدا يدردش معاه ويساله بعض الاسئله ويعرف منه بعض الاحكام الدينيه الشرعيه. وفي الاخر قال له يعني الامير محمد ابن يوسف الثقفي بيرسل إليك 700 دينار الذهب دولت هدية بسيطة تستعين بها على علمك وكتبك وطلبة علمك، ويعني حاجة كده تستعين عليها بدعوتك يعني. فقال له لا حاجة لي في هذا المال. قال له بالله عليك تقبل؟ قال له والله ما أريد شيء من الدنيا يا سيدي، بس عشان تعمل كده طب خدهم تصدق بيهم على الفقراء، طب روح بقى أكل بيهم اليتام. قعد بقى إيه أنت عارف يفتح له مليون باب، وطاووس في كل لما يقول له كلمة يقول له لا حاجة لي بهذا المال. طب أقول لحاجة، طب خليهم عندك وقعد فكر كده لعل وعسى، لو قبلتهم قبلتهم، ما قبلتهمش قول لي وأنا ياخدهم. قال له والله لا حاجة لي بالمال. فراجل يئس ومش عايز يرجع لمحمد بن يوسف الثقفي يقول له أن طاووس رد الفلوس، لأنه لو قال له أنه رد الفلوس معنى كده أن أنا لم أوفق في المهمة ديت، معنى كده أن أنا ممكن أتعاقب، وفوق ده كله كمان هو كان وعدني هيديني فلوس كتيرة جدا، فبالتالي أنا هتحرم من الفلوس ديت وهتأذي. فقعد يفكر يفكر، في الآخر طلب من طاووس أنه يأتيه بشوية مية. دخل طاووس يجيب له مية، والراجل بكل خبث وذهاء قعد يبص في البيت فلقى فتحه كده في الحيطه، فتحه كده في الحيطه بتاعت طاووس بن كيسان، راح رامي فيها الفلوس وراح راجع مكانه. جه طاووس قدم له الميه، شرب الميه وسلم عليه وجزاك الله خيرا واحسن الله اليك، وكنت اتمنى تقبل المال لكن انت يعني رفضته، قدر الله ما شاء فعل. وراح ماشي وراجع لمين؟ وراح راجع لمحمد ابن يوسف الثقفي. ايه اللي حصل؟ قال له الحمد لله قبل الفلوس. بتتكلم جد؟ قال له والله الحمد لله قبل الفلوس وتعبت معاه جدا وقعدت اكلمه واقنعه يمين شمال لحد ما في الاخر الحمد لله قبل الفلوس. قال له ودي الجائزه بتاعتك، وراح صرف له جائزه كبيره. وبعد كام يوم محمد بن يوسف الثقفي بعدها مثلا بحوالي مثلا قول 15 20 قول شهر، فاخد بالك بعد فتره كده راح باعت له 2 يكون اطمن ان ايه ان طاووس بن كيسان صرف الفلوس. راح بعت له 2 وراحوا خبطوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا له يا امام يعني الحقيقه محمد بن يوسف الثقفي الامير كان بعت لك 700 دينار ذهبي، والحقيقه الرجل اللي كان جايب لك الفلوس غلط، ده هو محمد بن يوسف الثقفي كان باعتهم لواحد تاني والراجل غلط واداك انت الفلوس. فقال له انا ما اخذته مالا.
فلوس ايه؟ قالوا له ازاي؟ ده راجل حتى موجود معانا بره. قال لهم ادعوهم هاتوه. فراحوا باعتين للراجل، قال له تعالى، مش انت قلت ان طاووس ابن كيسان اخذ منك ال 700 دينار ذهب؟ قال لهم اه قلت كده. فطاووس ابن كيسان بص له قال له سالتك بالله انا اخذت منك مالا؟ قال له لا والله ما اخذتش مني ولا مال. قالوا له ازاي، امال وديت ال 700 دينار فين؟ قال لهم حطيتهم في بيته. فين؟ قال لهم في الفتحه ديت. طب امتى؟ قال لهم انا طلبت منه ميه ودخل يجيب لي الميه، عقبال ما جاب لي الميه كنت انا رميت الفلوس، لانه كنت خايف ارجع اقول للوالي محمد بن يوسف الثقفي ان انا ما عرفتش ان انا اقنعه انه ياخد الفلوس. فطاووس بن كيسان قال لهم خلاص دوروا على فلوس الفتحه. بصوا على الفتحه لقوا الفلوس زي ما هي، لقوا صوره الفلوس زي ما هي، والعنكبوت عشش عليها، يعني هو ما قرب لهاش ولا صرفها ولا جه جنبها. فخد الفلوس ورجعوا لمحمد ابن يوسف الثقفي واخبروه بالخبر. فكان يعني مش قادر اقول لك طبعا كميه الغل اللي كانت في قلبه على طاووس ابن كيسان، انه ما قبلش الفلوس. وطبعا مش هقول لك بقى عمل ايه مع الراجل الثاني اللي ضحك عليه وقال انا اديت الفلوس وخدها وخد الجايزه. طبعا بعد كده اكيد يعني ايه خدوا رواقه يعني الحمد لله. فشاهد في الموضوع شوف قد ايه كان عنده ورع شديد جدا انه يقبل مال من اي حد، حتى ان الطيلسان اللي اتحط على كتفه رده ورماه على الارض، علشان ما يتقالش بعد كده ان طاووس بن كيسان دخل عند الامير وخد منه هديه، ناخد زي ما خد، ما هو راجل قدوه لينا وعالم من العلماء الكبار، فناخد زي ما خد. سبحان الله. فمحمد بن يوسف الثقفي لما اراد ان هو ينتقم من طاووس بن كيسان، ربنا سبحانه وتعالى كانما اراد انه يرد له الصاع صاعين. في يوم من الايام طاووس بن كيسان راح مكه عشان يحج، فلقى الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو اخو محمد بن يوسف الثقفي موجود هناك في موسم الحج، وعرف ان طاووس بن كيسان موجود، فبعت له ودخل عليه فرحب بيه وقعد معاه وبدا يساله عما اشكل عليه من بعض المناسك، ويساله عن بعض الاسئله ويساله ويجاوبه. وشويتين سمع الحجاج بن يوسف الثقفي واحد عمال بيلبي وبيصرخ وبيبكي قريبا من خيمة الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال لهم علي بهذا الرجل هاتوني. فدخل فقال من أين الرجل؟ قال من بلاد اليمن. قال من بلاد اليمن؟ قال نعم. وطبعا من بلاد اليمن يعني من نفس البلد بتاع طاووس بن كيسان، ومن نفس البلد اللي بيحكمها أخوه محمد بن يوسف الثقفي. قال كيف تركتم أميركم اللي هو محمد بن يوسف الثقفي؟ قال تركته عظيما جسيما، ليل ونهار قاعد ياكل. خد بالك، قال له لا مش بسالك عن كده، انا بسالك كيف تركته، احواله ايه وكيف سيرته فيكم؟ قال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فغضب طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له يعني ما حملك على هذا؟ اما علمت مكانته مني؟ انت مش عارف ان هو اخويا؟ بتشتم اخويا قدامي؟ فقال له سبحان الله، اتراه بمكانه منك اعز مني بمكاني من الله عز وجل وانا وافد الى بيت الله سبحانه وتعالى. فسكت الحجاج ولم يتكلم كلمه، وابتسم طاووس بن كيسان وكانه عايز يقول له ده ربنا بيرد له الصاع صاعين، ما دام هو كان عايز ينتقم مني وشهر بيقول ان انا خدت الفلوس فربنا بيردها له حتى في غيبته. فتعالوا نكمل السيره الجميله لطاووس بن كيسان، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيبي. ملائك في السماء مطهرين، ملائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع طاووس ابن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك حب أنه يروح ويحج إلى بيت الله الحرام، ولما وصل إلى الكعبة وطاف حول الكعبة بعدها بشوية نادى على إخواني وأحبابي وحاشيتي وقال لهم يعني التمسوا لنا عالما يفقهنا في دين الله. وش بلاحظ حاجة مهمة قوي، أن دايما لما أذكر لك أن خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين حج إلى بيت الله أو زار المدينة المنورة، أول حاجة يسألوا عنها إيه؟ رجل عالم يذكرنا بالله. شوف قد ايه العالم
لما يكون فعلا عالم بصدق، عالم بيعمل بعلمه بفضل الله، الدنيا كلها تحن أن تسمع كلامه. ولذلك ياما حتى في عصرنا الحديث ياما في ناس أفاضل، ناس أفاضل بجد، أمراء الدنيا كلها تتمنى أن هي تستقبلهم وتسمع كلامهم وترحب بهم في بلادهم. ليه؟ علماء احترموا دينهم واحترموا عقيدتهم واحترموا نفسهم وقدموا دعوة خالصة ابتغاء مرضات الله. ربنا يرزقنا إياكم صدق والإخلاص رب العالمين. فسليمان بن عبد الملك سأل، قال لهم نبغي عالما يفقهنا في دين الله ويذكرنا بالله. قالوا له هذا طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصره. فقال لهم يعني دعوه يأتي إلينا. فدخل طاووس بن كيسان وعرف أن طبعا أن لقاؤه بهؤلاء الناس بتبقى فرصة العمر بالنسبة للعالم حتى يذكر هذا الرجل بالله، لأن بصلاح هذا الإنسان تصلح الدنيا كلها. كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، قال والله لو كانت لي دعوات مستجابة لاختبأتها للسلطان. يا شباب المسلمين يلي ممكن تعترضوا على بعض أشياء في حكام أو أمراء أو غير ذلك فتدعوا عليهم، بالعكس ادعوا لهم، ادعوا لهم ربنا ينفع بيهم وان ربنا يعني يرزقهم البطانة الصالحة وان ربنا يوفقهم لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بصلاح هؤلاء الناس تصلح الدنيا. ليه؟ تخيل حضرتك لو انا عايز اتكلم مثلا عن امر شرعي، عايز اتكلم عن الحجاب، هقعد اتكلم انا واخواني الدعاء سنوات طويلة، في استجابة لكن مش سريعة قوي. انما تخيل بقى لو ان حاكم من حكام المسلمين أو سلطان أو أمير وطلع قال من بكرة ما فيش ولا بنت تخرج إلا وهي محجبة، الكل هيسمع كلامه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. شفت دي؟ فمسألة مهمة جدا أنت تخش على حاكم أو على سلطان أو على أمير تذكره بالله بكل أدب وبكل رحمة وبكل حنان وترفع شعار البسمة والرحمة وأنزلوا الناس منازلهم. في الوقت ده الرجل ممكن ينشرح صدره لكلامك، لعل وعسى يكون أنت سبب في يعني ان الرجل ده يعمل حاجه تخدم دين الله سبحانه وتعالى ويخدم بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فدخل طاووس بن كيسان على سليمان ابن عبد الملك فقعد يساله عن بعض الاشياء في مناسك الحج وبدا يستفسر عن بعض المسائل الفقهيه. ثم بعد ذلك لما انتهى امير المؤمنين من كل الاسئله اللي عايز يسالها، طاووس بن كيسان قال فرصه عمري بقى اقول له كلمه كده قبل ما امشي. قال يا امير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير جهنم وهي على شفير بئر من آبار جهنم وقعت من على شفير البئر فما وصلت إلا بعد 70 سنة، أتدري يا أمير المؤمنين لمن أعد الله عز وجل هذا البئر في نار جهنم؟ قال لمن؟ قال لمن ولاه الله عز وجل رعاية المسلمين فجار وظلمهم. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. وفضل يقول له كلمة جزاك الله خيرا طول ما هو ماشي وخارج من عنده، فرحان جدا انه بيقول له كلمة زي كده، مش عشان يذكره بجهنم والآبار والصخور والكلام ده كله، هو عايز يقول له خد بالك خد بالك انت رجل فاضل، فاوعى تظلم في يوم القيامة، اوعى تجور، لانك لو جرت ممكن يكون نصيبك النار، فانا بقولها لك حبا ليك وخوفا عليك. وفي يوم من الأيام لما تولى عمر بن عبد العزيز وبقى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، بعث إلى طاووس بن كيسان وقال له يا طاووس أوصني. فكتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد، قال له إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما وصلت الرسالة لعمر بن عبد العزيز قال كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. فرح جدا بالكلمة ديت، فعلا إن أردت أن تفعل الخير فاستعمل أهل الخير والسلام. ولما قالت الخلافة إلى هشام ابن عبد الملك بعد ذلك وأصبح أمير المؤمنين، حصل بينه وبين طاووس بن كيسان موقف عجيب جدا جدا، والحقيقة رد عليه طاووس برد عجيب برضه، وكان سبحان الله يعني هشام برضه تقبل منه الكلام واقتنع بالكلمات الجميلة اللي هو قالها له. حصل إن لما قالت الخلافة إلى هشام ابن عبد الملك كان يعني قدم إلى بيت الله حجا، فلما وصل إلى الحرم قال لخاصته من أهل مكة التمسوا لنا رجلا صالحا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له الصحابة كلهم ماتوا يا أمير المؤمنين ويعني ولم يبق منهم أحد. قال أفيه؟ طب يعني ما فيش حد ممن رأى أصحاب رسول الله؟ قالوا له أجل، بقي أناس من التابعين ومن على رأسهم يعني طاووس بن كيسان. فقعد يفكر مين طاووس بن كيسان،
قالوا له هذا عالم جليل و فقال لهم ائتوا به. فجابوا طاووس بن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. فلما دخل عليه عمل أربع حاجات. الأربع حاجات دول يا جماعة يعني مش هقول لك يعني ضايقوا جدا أمير المؤمنين. أول حاجة لما دخل عليه خلعن عليه بحاشية بساطه. تاني حاجة سلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين. سلم عليه دخل عليه السلام عليكم يا هشام، ما قالوش يا أمير المؤمنين ولا سيادتك وحضرتك ومعاليك والكلام ده كله. الحاجة الثالثة راح مخاطبه باسمه دون كنيته، يعني بدل ما يقوله مثلا يعني كان ممكن يقوله حتى يا أبا فلان، إنما قال له يا هشام باسمه. الحاجة الرابعة إنه جلس قبل أن يأذن له أمير المؤمنين بالجلوس. استشاط هشام بن عبد الملك غضبا وضايق جدا وبقى يعني على اخره. فقال لي طاووس ما حملك يا طاووس على ما فعلت؟ ايه اللي خليك تعمل معايا كده؟ قال له ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال له انت مش عارف انت عملت ايه؟ اول حاجه يعني دخلت خلعت عليك بحاشيه بساطي. النقطه الثانيه لم تسلم عليا بامره المؤمنين، ما قلتليش يا امير المؤمنين، سميتني باسمي ولم تكنني، ما قلتليش يا ابا فلان، قلت لي يا هشام. الحاجه الرابعه جلست من غير اذني. فضحك طاووس وقال يا أمير المؤمنين أما خلع نعلي بحاشية بساطك فأنا أخلعهما بين يدي ربي في كل يوم 5 مرات ولم يعاتبني ولم يغضب علي. بيقول له أنا كل يوم بخش المسجد وبخلع نعالي وبخش أقف بين إيدين ربنا كل يوم 5 مرات ومرة وما فيش مرة ربنا غضب علي ولا عاتبني في أن أنا بخلع نعالي. والحاجة التانية أنا لم أقل لك أو لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين فليس كل المسلمين راضين عن إمرتك، يعني ما أردت أن أكون كاذبا لو قلت لك يا أمير المؤمنين فمعنى كده أن كل المؤمنين راضين عن إمرتك، فمش كلهم راضين بأن أنت تكون أمير المؤمنين. الحاجة الثالثة أني ناديتك باسمك ولم أكنك، ما قلتلكش يا أبا فلان، قلتلك يا هشام، ما قلتلكش يا أبا فلان، لأن المولى عز وجل حينما قرأت في كتاب الله وجدت أن المولى عز وجل خاطب الأنبياء بأسمائهم، قال يا داود يا يحيى يا عيسى، وخاطب أعداءه بالكنية، قال تبت يد أبي لهب وتب. فما أردت أن أكلمك، ما حبيتش أن أنا أقول يا أبا فلان، فما فيش مشكلة تزعلك. والحاجة الرابعة إن أنا كون إن أنا جلست بغير ما استأذن منك فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه فكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار. فأطرق هشام بن عبد الملك ونظر إلى الأرض وقال له عظني يا أبا عبد الرحمن، أنت ليك حق، أنا آسف، أنا فعلا ظننت أن أنت بتعمل الكلام ده كله استهزاء بي، إنما أنت فعلا إنسان فاضل، قل لي موعظة يا أبا عبد الرحمن. فقال له يا أمير المؤمنين إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف فبكى أمير المؤمنين حتى خضلت لحيته من كثرة الدموع وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. امتدت الحياة بطاووس بن كيسان حتى ما سنه بقى 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، يعني سنه كما قال يعني أهل السير إن سنه كان وصل 100 أو جاوز 100 بحاجة بسيطة، لكن الشيخوخة والكبر ما أثروش عليه ولا على علمه ولا ذاكرته، ما تأثرش خالص، لدرجة أن في يوم من الأيام يقول رجل اسمه عبد الله الشامي بيقول أتيت طاووسا في بيتي عشان أتعلم على يدي العلم، فخرج إلي شيخ كبير واحد كبير في السن، فقلت له أنت الإمام طاووس بن كيسان؟ قال بل أنا ابنه. قال له أنت ابنه؟ يعني رجل كبير جدا في السن وأنت ابنه، يبقى على كده بقى طاووس بن كيسان كبر بقى وخلاص وخرف وفقد الذاكرة ومش عارف ينتفع بعلمه. قال له لا لا تقل هذا، فإن أهل القرآن لا يخرفون، ادخل عليه وستتلقى العلم على يديه، ادخل تعالى. قال فدخلت على طاووس وسلمت عليه وقلت لقد أتيتك طالبا علمك راغبا في نصحك. فقال له سل وأوجز، اسأل ويريد توجز عشان إيه أقدر أرد عليك بسرعة.
قال سأوجز ما وسعني الإيجاز في ذلك. فقال له طاووس: إيه رأيك، أتريد أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن؟ تحب أجمع لك صفوة ما في الأربع كتب دولت؟ قال له نعم. قال: خاف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء أخوف لك منه، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. يا سلام. وفي سنة 106 هجرية، في يوم أو في ليلة 10 ذي الحجة، فاضت روح الشيخ. إمتى يا جماعة؟ إمتى؟ عندما جاء في آخر حجة حجها، اللي هي رقم 40. قلت لكم حج 40 مرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة. في المرة 40 حينما فاض مع الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، وحط رحاله وصلى المغرب مع العشاء وأسلم جنبه إلى الأرض في مزدلفة، أراد أن ينام ليستريح في مزدلفة. وأجمل نومة تنامها في عمرك في مزدلفة على الأرض، هتشوف متعة ما بعدها متعة، وستجد راحة وسكينة ما بعدها راحة. فلما نام ليستريح أتاه اليقين وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. كل الحجيج عرفوا بموت طاووس بن كيسان، اجتمعوا عليه، حاولوا يدفنون، مش قادرين الناس يدفنون من كتر الزحام ومن كتر حب الناس لهذا الإمام العلم. فما كان من والي مكة وأمير مكة إلا أنه بعت حرس علشان يخرجوا جنازة يعني طاووس بن كيسان ليلقى الله عز وجل، وقد مات محرما ودفن في إحرامه ليلقى الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. حضر جنازته عدد كبير من المسلمين، وكان على رأسهم أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك. وفاضت روح طاووس إلى بارئها جل وعلا ولقي الله عز وجل، وقد مات في الحج. ومن مات في الحج يلقى الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث من قبره ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إلى آخر التلبية يلقى الله ملبيا. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به ومع باقة التابعين الأفاضل ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حوض الحبيب محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.